بناخذكم إلى أولى رحلاتنا إلى تبوك التي تحتضن أكيد أكثر من مليون نخلة. هذا بسبب الأرض الخصبة والمساحات الزراعية الكبيرة اللي تعطي المزارع إنتاج أنواع مختلفة من التمور. طبعا معنا بالصوت والصورة زميلنا محمد الرحيل، المسي عليه بالخير، حتى ناخذ تفاصيل أكثر معاك محمد. مساء الخير. نعم مساء الخير وتحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد منطقة تبوك تعرف بأنها واحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث تستعد هذه الأيام لاستقبال موسم حصاد التمور. منطقة تبوك غنية بالمزارع، وهي من المناطق التي يعني تحظى بمساحة زراعية كبيرة. اليوم هذه المزارع تنقل الثمار وحصادها إلى الأسواق عبر أكثر من 1,012,000 نخلة، بما يتجاوز إنتاجها عن 51 طن. اليوم نتواجد في سوق التمور في منطقة تبوك، حيث نتواجد مع أحد التجار وهو الأستاذ عبد الرحمن العمري ليحدثنا عن أنواع التمور المتواجدة في أسواق تبوك. رحب فيك أستاذ عبد الرحمن عبر برنامج ديرتنا، ونود أن تحدثنا عن أنواع التمور التي تختص بها منطقة تبوك. أهلا وسهلا، الله يحييكم. إن شاء الله، والله الأنواع واجد ومتعددة، منها السكري ومنها البري ومنها الحلوة ومنها الروثانة. إنتاج كبير يغطي المنطقة إن شاء الله، وما حول المنطقة برضو في إنتاج وفي استقبال إن شاء الله. أنواع التمور التي تشتهر فيها منطقة تبوك، خاصة يعني مدينة تبوك وأيضا القرى والمحافظات التابعة. والله بالدرجة الأولى اللي هو البرني، يطلع منه المبروم والمشروك وأنواع ثانية زي الحلوة والسكري والروثانة. وفي إنتاج جديد الآن بدأ ينتشر في تبوك اللي هو المجدولة، إنتاج جديد على المنطقة وإنتاج ممتاز جدا. وفيه المكابيس، وما المكابيس اللي تتعبى داخل المصانع، تتودى المصانع القصيم تتعبى وترجع هنا تنباع داخل السوق. هل نستطيع أبو محمد نقول أنه خلاص بدأ موسم حصاد التمور في منطقة تبوك، خاصة من بعد ما شهدنا اليوم يعني وصول الرطب، أنواع الرطب المختلفة إلى السوق؟ أي نعم، في آخر شهر 8 وبداية شهر 9 يبدأ الحصاد ويبدأ الإنتاج حق المزارع وتوريد للسوق، والناس اللي داخل المحلات والسوبر ماركات والأشياء اللي زي كذا يعني. لو تحدثني عن أنواع الموجودة الآن وتعرض للزبائن من أنواع التمور الموجودة وتخص منطقة تبوك. عندنا النوعية هذه لدرجة أولى اللي هو البرني هذا، وعندنا السكري، وعندنا القصبة، وفي أنواع ثانية زي الروثانة، زي السكري، زي الحلوة. هذه الأنواع اللي تشتري فيها تبوك. وين تكمن كمية الطلب يعني على أي نوع من أنواع التمور؟ والله ما في شيء معين، لكن على العموم في رغبات، يعني في ناس ترغب للنوع هذا وفي ناس ترغب للنوع هذا، بس أكثر شيء طلبه اللي هو على البرني اللي هو يشتري فيه تبوك أصلا. يعني في إقبال على النوع البرني؟ أي نعم. والأنواع الأخرى يعني نشوف اليوم الرطب والبلح متواجد في السوق، كيف تشوف نسبة الإقبال على؟ والله الإقبال الآن بعد عودة المدارس والطلاب السنة هذه بدأ إن شاء الله الحمد لله الأمور طيبة، أحسن من أول والحركة أفضل من أول. ما مدى تأثير الفعاليات التي تقام خصيصا لمهرجانات التمور؟ والله احنا عندنا فعاليات في تبوك، ما في فعاليات، لكن نتمنى يعني ان يكون في فعاليات وفي موقع للفعاليات ويكون فيه ناس مسؤوله عن الكلام ذا، تتبنى الاشياء اللي زي هذه من تجار او زراعه او امانه او حاجه زي كذا. نعم جميل. كلمه اخيره، اتمنى ان يكون في حراج ثابت للتمور، أتمنى ذلك. وأشكر مدير الزراعة هنا الموجود عندنا في تبوك الأستاذ عبد المنعم، ومدير السوق أبو فهد الجفن، صراحة ما هم مقصرين معنا، والله يعطيكم العافية وشكرا لكم.
الله يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن العمري، شاكرنا تواجدك معنا. الله يحفظك، شكرا لكم. نعم مشاهدينا، كان هذا حديث ضيفي حول إنتاج التمور في منطقة تبوك والأنواع المختلفة التي تشتهر فيها المنطقة. كما نود أن نروه أنه أعلن المركز الوطني للتمور عن إطلاق مواسم التمور، والتي سوف تعلن خلال الفترة القادمة عبر رزمانة من الفعاليات المصاحبة لمهرجان التمور في كافة مناطق المملكة. نعم هذا كل ما لدي، عودة لك. شكرا لك محمد على التغطية المباشرة لإنتاج التمور في تبوك، تبوك الورد والتمر.